سلام كيبل تي في وورباهين قار لولي هاي وكميدا ورباهين تا سيدا لوكال كا اما قدا هاو غا هول غالي دون تمغالا مقدشو كنا صوب بيرتاي ورباهين تا كيبل لدى لو يقانو اما ديجيتال ميديا ها اديجيدا سلام كيبل اي كهلي دونان بلشدا قبل كبنادر وحاكميدا كو قنوات اسلامي sidoo kale qanawaad loogu talagalay waxbarashada qanawaad loogu talagalay caruurta ama barbaarinta ubadka qanawaad loogu talagalay wararka gudaha iyo dibadda intaba sidoo kale qanawaad loogu talagalay documentary-ga iyo qanawaad loogu talagalay ciyaaraha maadaama dhalinyaro kala duwan ay guriyaha noo joogaano ciyaaraha ay xiseeyaan sidoo kale qanawaad loogu talagalay هل أبورك يهبدا دتك الصوماليات جعل لي صوبا لجان هل أبورك هذا سلام كيبل تي في مبه هندون تو هسه أفلامتا هي مسلسلك تابدل كذا بلشدو قبل كبنادر وحي كهلي دونان وح برشدا كله دوان أودن كنا كصعطة إلا سو جد بيو ولا يرد يلاقي تاجيرو أرمها وح برشدا وحد يارسن ومدى لبصنا كل واحد لدوبايي منهج كقرنكا فصل كقوات إلى فصل كلبية طبنات ووردين تينا صوماليات ووردين تينا صوماليات عن قطلة قلني إن أبت كودة مركي أي واحد برشدة كسوقاتان دكسية دا أي صباح والبا أكلهان إن سبب كعليسة أي دي بقى هلان كيبل كاس أما كنال كاس وحبرشدة عن وترقل رنتي وحنا سيبونا ده إن وحبرشدة عن ديارناي لبعض السنة كدوات عن ودني إن لقى دبي معلمين صوماليات وخبرة دو ده دو سرعيسو وحبرشدة صومالي إنه كسر جري شن يتوان سنة إلى أفرتن سنة وخبرة وحبرشة أو كمدي هاي أستاذ هذا دحجوجي اسمه هي بينوت هاي ونلف فديا أستاذ عبد الله محمد حامد ورنتي ardada soomaaliyeed inta aan ka ogahay waxbarashadiisa iyo hanaanka wax dhigista ay runtii aad ugu riyaaqeen salaam cable tv dadku madama ina lacag bixinta ama lacagta xagga lacagaha kharashaadka ay runtii aad mudooyinkii dambe dalkeenu ay wasiic islaanaysay waxaa loogu talagalay in khidmad yar oo dadka aysan dhibsanaynin in laga qaado bishii رسي فرده هذا يلا أو كابن أو جد معمول كسلام كابل تي في وحوق عن صدي إنس بلاش لغسيه بلشده قبل كبنادر حل كابنا بلاش كاس وصعنا يو يدو لكن أي بحنا يان تمن دولار أو كلية أو لوضع بلوضع وجه رئيس سبلاش أي كده وانا يان إن شاء الله تعالى هذا وما زنتين دمانتين سلام كابل تي في وحاح كلية لوجد جاي ilaaliyaha dhaqanka iyo dhowrista akhlaaqda suuban ee bulshada Soomaaliyeed dhamaantii soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh